السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، اتفضل. ربنا يبارك فيك ويزيدك علما يا رب وسدد خطاك. ولك بمثل، الله يسلمك. اللهم امين يا رب. لدي ثلاثة أسئلة يا شيخ مصطفى. لديك ثلاثة أسئلة. نعم. سل. هل يجوز إسقاط دين عن ميت من زكاة المال؟ لا يجوز عند الجمهور. حسن. السؤال الثاني.